طيب لسه مكملين مع حضراتكم، وينضم لينا عبر الهاتف استاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وخلينا نعرف من حضرتك بدايه رؤيتك ل يعني زي ما تابعنا تشكيل مجلس الامناء للحوار الوطني. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها وعلى شعب مصر الرائع جدا. حقيقة اختيار موفق جدا، قام على معايير مهنية فنية تستند على أسس علمية تستهدف إلى تحقيق إنجاح الحوار الوطني. وبصراحة هو بيضم نخبة متميزة جدا لها باع طويل في العمل العام، وده تنوع هادف يؤدي دايما إلى نتائج وتطبيقات عملية تخدم الصالح العام طبعا بالقطع يعني. والحوار الوطني بمفهومه العام هو تطبيق النظام الديمقراطي، لأن الحوار هو ما بين طرفين دايما، ولابد أن الرؤى تتفق على هدف واحد وتحديد مسار هو إعلاء الصالح العام للدولة المصرية ومعالجة أوجه القصور التي من الممكن أن تعوق كافة المجالات. لذا وضع الحوار الوطني عدة معايير مهمة جدا. المعايير هي في أهمية تنفيذ نتائج المؤتمر بعد مناقشات جادة للمحاور المستهدفة، وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. في المحور السياسي لابد أن يكون في مشاركة فعالة وتبادل للرؤى للوصول إلى أفضل نتائج لزيادة مساحة المشاركة السياسية لكافة الأحزاب المصرية دون تمييز بين حزب وآخر، وأن يكون كافة الأحزاب على مقربة من النظام باعتبار تطبيقات النص الدستوري للمادة الخامسة منه اللي بيقول إن الأحزاب السياسية جزء من النظام، وده اللي هو اتجه إليه. وبصراحة عايز في النقطة دي أشيد بقرار السيد الرئيس في الدعوة للحوار الوطني. السيد الرئيس السيسي عنده بعد نظر، راجل عنده خبرة كبيرة جدا في العمل العام، واستطاع بصراحة أنه يدي قبلة الحياة للأحزاب السياسية أن هي تعود للساحة السياسية مرة أخرى، وأن تناقش برامجها وأن تفعل برامجها بما يرتبط بمصالح المجتمع المصري ومصالح الجماهير وبما يحقق مستهدفات الدولة المصرية التي تقوم على أسس سليمة ودراسات علمية متأنية، من خلالها نقدر نطلع بنتائج مثمرة تؤدي إلى حياة سياسية قوية جدا. وطبعا نظام الدولة دايما بيحرص على أنه يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة بكل تأكيد. الحوار في معناه أن احنا نوحد الرؤى ونضع أسس موحدة لمخرجات تؤدي بالقطع إلى نتائج حقيقية مثمرة. ولابد هنا كمان أن أنا أشير إلى ضرورة أن القوانين اللي سيتم وضعها من خلال النتائج المرجوة اللي هي هتطلع من الحوار الوطني لابد أن تتسع قاعدة المشاركة للأفراد كمان، بحيث أن القوانين اللي موجودة قانون مباشرة الحقوق السياسية
لابد من تغيير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن أن كل المدن يكون لها ممثل في المحليات أو الشيوخ أو البرلمان. عظيم. كل المحاور يا فندم هيكون فيها بكل تأكيد أفكار من جانب الأحزاب ويتم مناقشتها للوصول في النهاية زي ما حضرتك قلت إلى قوانين تخدم مصلحة الوطن. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين.